لا 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 ينرفز. معكم اخوكم عبد الرحمن. اليوم عندنا لعبة عجيبة وغريبة في نفس الوقت. عندنا لعبة اسمها سوبر ميت بوي، فتى اللحم الخارق لو بنترجمها. المهم اللعبة يمكن مو من نوع الالعاب اللي العبها عادة، بس جدا جدا ممتعة لان فيها الغاز في كل مرحلة. نبتدي من الغاز سهلة كل من يقدر يحلها، وبعدين تصير معقدة اكثر واكثر واكثر واكثر، وتصير اصعب واصعب واصعب. اوكي، فخلنا نبتدي بدون ما نسولف اكثر لان اللعبة غريبة وعجيبة ومتأكد بتعجبكم. نفس ما تشوفون هاي شخصياتنا بالاحمر، والاميرة هي هذه ام وردة اللي اعطوها بوكس، هاي الشرير اللي سرق منه الاميرة. نفس ما تشوفون هاي المرحلة الاولى، شو لازم نسوي؟ لازم باختصار نروح حق الأميرة نفوز، بس بكل بساطة. الحين بتقول شيء سهل، شنو اللعبة البايخة؟ خل رويك المراحل لما تصير أسرع. فمثلا الحين لازم ننط كذي ونروح لها، لحد الحين كل شيء سهل لنا يشرحوا لنا زين. فبعدين المرحلة الرابعة، للحين كل شيء سهل، بس أنا مو فاهم هو قاعد ينزف الحين ولا شو السالفة. اوكي خلصنا المرحلة وممتاز، الناس ما تشوفون خلصتها بسرعة ممتازة. أبقى الحين في منشار، المنشار شيء طبيعي بيذبحنا، فذبحنا. اوكي كنت بقول انه لازم نحاسب. يلا 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 I can do this. بس ايزي ايزي ايزي، لحد الحين كل شيء سهل. حلوة اللعبة، حلوة صدق 2D. انا عادة الالعاب اللي العبها كلها 3D. اي الالعاب اللي العبها كلها 3D. اوكي نقدر نقول خلصنا. كم منشار فيه؟ من يهودي اللي مسوي هاي شو اسمه؟ لا 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 بطق في المنشار. شو الحل؟ شو الحل؟ اوكي 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 اصعد اصعد. اوكي 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 المفروض سهل، المفروض سهل. اوكي اوكي شوفوا ايش قد مال عشان تعرفون ايش قد حاولت وانا توني في هالمرحلة. اخيرا 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 يلا المرحلة اللي بعدها، المرحلة اللي بعدها. كم منشار؟ شو الحل هني؟ نسوي كذي. لحظة لحظة لقيت حل، اقدر اروح دايركت. بس اوكي اوكي لقيت لها الحل بسرعة. بهدله بهدله في كل مرحلة قاعد يجي وياخذ الاميرة مرة. ما اعرف ما اعرف، كانها سوبر ماريو بس النسخة الدموية نقدر نقول. اوكي هاي سهل، ليش نسوينا كانه صعب؟ ما اعرف ما اعرف. اوكي شو الحل؟ اوه هاي لو رحت عليهم يتكسرون. حلو حلو حلو. اوكي لحد الحين يشرح لنا اللعبة يشرح لنا اللعبة معناته تموت حمان. اوكي 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 سهل سهل سهل، كل شيء سهل حاليا. حلوة اللعبة بس انا مو فاهم ليش دمان هلا يعني لعوز الارض لو يروح عليها. كل شيء سهل، انا ابي المراحل الصعبة، ابي بعدين لما نوصل حق خلاص اشياء معقدة ما تنحل اقعد افكر نص ساعة شلون احلها. اوه هاي نار تحت، هاي لازم بسرعة. اوكي 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 لا 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 لو كسرت هل في امل افوز؟ يمكن ما في امل. لا لا اوكي اوكي رجعني، مو رجعني في النار هذي. اهدأ اهدأ حمان اهدأ. اوكي اوكي هدوء 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 نقدر نسويها. مش كله صوت تضحكني، يعطيك صوت كذي. الفكرة كلها انك تكون سريع، ما ينفع تكون بطيء، ما ينفع تكون بطيء، بس ما ينفع تكون بطيء. قلت لكم الفكرة في السرعة، قدرنا نسويها بس ما شفت التركيز. التركيز لازم تركيز. لحظة الحين شلون في امل اقدر انزل تحت؟ اوكي اوكي سهل حاليا، مو بسهل مو بسهل مو بسهل. اوكي نقدر ننزل كذي من هالدرب. اوكي سهل سهل، والله اللي قبله اصعب، اللي قبل طولت فيه اكثر. يلا المرحله اللي بعدها، خلاص وصلنا مرحله التركيز الحين. تشوفوني مركز. ها شنو الاشياء الجديده في هالجيم؟ في كل مرحله في افكار جديده، وهذه اتوقع فكره المنشار المتحرك. سهل سهل كل شيء سهل حاليا، يمكن مشكلتي الوحيده الوقت. زين حق المنشار المتحرك لازم الوقت روح له صح، ما ابداني اكمل جملتي. بس بعد سهل اتوقع. اي
لا ها انا عبالي سيدي بيطيح مباشرة. اوكي اشوى 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 اشوى. يلا يلا المرحلة اللي بعدها. يلا بوي 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 يطلق منشار يا جماعة. اوكي بعد التوقيت هو الاساس، التوقيت هو الاساس. اوكي الوقت روح لصاحبه. اوكي اوكي اوه يا التوقيت. اوكي 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 بدأت تصير لعبة حماسية اكثر، فيها تفكير اكثر، فيها محاولة. اوه اوكي هاي بعد توقيت، هاي بعد توقيت، مسألة توقيت. توقيت ايزي بيزي من اول محاولة، ما نحتاج اي محاولات ثانية خلاص. وهاي بعد توقيت اكثر واكثر. آه صادني في النهاية. اوكي سوي كذي. يلا يلا يا التوقيت وخلصناها. اوكي اوكي والله عجيب اللعبة، عجيبة يبي لها تفكير هاللون، تخليك تفكر. لا يا جماعة شنو ذي؟ شنو ذي؟ زين لحظة، لو سويت كذي اللي بقوله، لو سويت كذي وقفت هني اوكي ما يصيدني شيء هني. نايس. لا بس شلون اطلع؟ شلون اطلع؟ اوكي يسموني حمام دقة. هاي يبيلها تفكير شوي وانتظار شوي. اوكي اوكي اخيرا 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 يا جماعة اخيرا. مشكلة المراحل في البداية كان فيهم لغز، لغزين، منشار، منشارين، مو مليون منشار وانا استعيل دايما. يلا لازم تركيز 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 تركيز. مشكلة لازم تصيد اللحظة الصح اللي تطوف فيها. هاي مو صح. اوكي هاي صح وهاي صح. شلون؟ اوكي 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 ضبطها. لا شوفوا هاي في مسافة بسيطة بس لازم اطوف منها. اوكي لا رب ايش المرحلة اللي ما تخلص. اطلق اطلق. اخيرا 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 المراحل بدات تصير طوال يا جماعه، طويله مدتها يا جماعه. شوفوا هالمرحله مستحيله مستحيله مستحيله. ما اقدر اروح يمين لان ادعم فيهم، ما اقدر اروح يسار لان يطلق علي. والله مستحيل نوقتها صح. اوه لا 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 مليون منشار هني. هاي شلون؟ هاي شلون الحين عندي انجاز شوي نقع على الاقل اوصل ابعد كل مرحله. اوكي اوكي ليش سويت هاللون انا؟ ما اعرف ما اعرف ليش سويت هاللون. اوه اوه سويتها سويتها. حلو 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 حلو. دقه دقه دقه. لا والله بدها تنرفزني اللعبه. خلاص 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 بخلصها باسرع وقت الحين تشوفوني. بس اقول لكم خلاص صرت خبره صرت خبره. رونا خبرتك يا حمان. والله اقول لكم خبير 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 خبير. الحين يصيدوني ذلين بس. اوكي 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 اوكي, أوكي. أوكي. اللي بعده اللي بعده. يلا يمدينا. قلت لكم صرت خبرة. لا 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 هاي لازم بالضبط في الوقت الصح. يس اخيرا اخيرا. اوف صعبة 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 اللعبة. اوه تونا خلصنا الجزيرة الاولى ونروح حق الرئيس. يلا نروح حق الرئيس. هاي احنا ميت بوي. يلا يلا هاي احنا. ايش قاعد يسوي؟ قاعد يترس بترول. اوكي بترول حق شنو؟ هاي بيولع شنو؟ والله الرسم عجيبة الرسم عجيبة. انا مو فاهم ايش السالفة بس حلو انه ما في كلام ما في لا 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 رئيس ورانا. اوكي اسكت يا حمار لو في كلام احسن. متنا 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 متنا. يلا الحين خلاص المراحل اللي فيها رئيس وراك. عجيب 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 عجيب. شو الحل شو الحل؟ اوكي هني اتوقع هاي دائما الدرب. اخ يلا لا خلص المرحله الرئيس النهائي. يلا نطوفه فرق عشان نرتاح قدام.
يلا دقة دقة دقة. لا 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 لا. شوفوا يا جماعة السنجاب ليش يموت بالمنشار؟ ما له ذنب مسكين السنجاب المسكين هو ورابعة. شوفوهم يموتون بغباء مساكين. يلا طوو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 و
صعب 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 والله، كل مره اوصل النهايه بس لازم اعطيه فرق في البدايه، هلا انا اكون وايد سريع وما ابطح ولا شيء عشان نقدر. اوكي 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 اوكي، لا غلط 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 غلط. اوف نايس نايس. الو لا 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 والله يا جماعه بعرف انا شنو سويت حق هالرئيس عشان يكرهني لهالدرجه، يبوق الاميره اتوقع ويلحقني باله منشار ويسوي حلبه كلها منشار. شنو جمع منشار؟ مناشير. اوكي 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 اوكي، هاي 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 هاي. اوكي بنخلص بنخلص بنخلص، بس ما يقدر يسوي شيء. يس اول رئيس، ما تكذب عليكم اذا قلت يمكن وصلت ال 200 محاوله بس عشان اغلبه، وليحين ها ما اتوقع بيموت من الحين. ها ايش بتسوي؟ بتهرب؟ اي بيشرد بيشرد، خلاص 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 بيشرد نفس ما قلت لكم. اخ يا جماعه صعب صعب صعب، شو اللعبة الصعبة والمستحيلة؟ توني في الجزيرة الأولى، يمكن المراحل الباقية كانت سهلة، بس هاي المرحلة وشوف شوف ذبحت كم زنجاب وياه. الله يرحمهم والله، الله يرحمهم هالسناجيب كلهم. شوف قاعد يطالع اخوانه واخواته الميتين، لا والله يكسر الخاطر يا جماعة. حل لنا مسوي قصة بدون كلام، بدون أي شخصية ما تتكلم ها؟ ايش قصه وراسه؟ حقيرين. ناس ما تشوفون خلصنا 6% من اللعبة بس، يعني باقي وايد وايد وايد، بس أتمنى عجبتكم اللعبة. إذا عجبتكم أتمنى ما تقصرون وياي بزر اللايك والاشتراك، وفي نفس الوقت إذا تبون ألعاب مختلفة ومتنوعة تقدرون تضغطون هني، وفي نفس الوقت إذا تبون تشوفون الحلقة اللي فاتت تقدرون تضغطون هني، ونشوفكم في حلقة ثانية.